بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احفظ هذا البلد الغالي واحرسه بعينك التي لا تنام يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد العيد السعيد جئنا لحضراتكم بعد أن كنا في برنامج الحقيبة على قناة اليمن، قدمنا فيه رسالتنا على أكمل وجه في أيام العيد السعيد 10 حلقات، حتى كانت الجمعة الماضية آخر حلقة، واليوم أطل على حضراتكم كالمعتاد في برنامجكم الأسبوعي الإنساني موطني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نتحدث في كل الجزئيات. هذا الأسبوع مشاهدينا الكرام كالمعتاد نزلنا وزرنا وسجلنا فقرات مهمة في أمانة العاصمة وفي غيرها من المحافظات. كنا معكم إخوتي المشاهدين الكرام ننقل طباعكم وننقل اهتمامكم في شتى مناحي الحياة التي هي من ضمن اختصاص برنامجنا وفي أولوياته. كالمعتاد مشاهدين الكرام، من الفقرات المهمة التي نعاود التسجيل معها والحوار فيها هي فقرة المغتربين. لمال هؤلاء الأحبة من أهمية لدينا لدى كل المؤسسات في الدولة، كل عنايتهم وكل اهتمامهم هم هؤلاء المغتربون الذين يمثلون اليمن خير تمثيل في أقاصي الأرض. فأهلا بكم إلى فقرة مغتربين. ليس اهتمامنا مشاهدينا الكرام فقط بإخوتنا المغتربين في الوطن العربي، وإنما اهتمامنا إلى أقاصي الأرض، حيثما وصل المغترب اليمني نحن موجودون هناك من خلال السكايب نتواصل بإخوتنا. الحمد لله على نعمة التواصل، والحمد لله على نعمة وسائل التواصل الاجتماعي لأنها قربت البعيد. فعندما كنا نحتاج هؤلاء الإخوة المغتربين لابد أن يسافر لهم واحد بسفر بطاقة ويصور معهم وينقل انطباعات الناس، لكن الحمد لله يتم التنسيق مباشرة بوجود هذه المادة على طول النسق، ويتم التواصل مباشرة بالصوت والصورة. هذه المرة سنتوجه تقريبا إلى دولة كندا. معنا على الطرف الآخر على الخط الهاتفي الأخ ياسر الفرح رئيس الجالية اليمنية في فورت مكمري كندا. نطقت الاسم جيدا يا أستاذ ياسر؟ في فورت مكمري كندا. صحيح صحيح مضبوط. مساء الخير يا أخي. حياك الله. مساك الله بالخير والعافية. أهلا وسهلا أخي ياسر. ما أدري أشي أسأل قبل ما أسألكم على الجالية وعن اهتماماتها وعن تواجدها، أريد أن أسألك أخي الغالي، ما هي أبرز الصعوبات التي تواجهكم كمغتربين في هذه الدولة؟ طبعا الصعوبة هنا هي المقارنة، أنك تقدر تحافظ عليهم وتحافظ على لغتهم وتحافظ على تنشئتهم التنشئة الصحيحة. هذه هي الحرب الحقيقية للفوضى بالغربة، واحد من أولوياتكم. صح. طيب هذه أهم شيء. هل اتجهتم مثلا إلى أن يكون لديكم مدارس عربية خاصة بكم أنتم، وتستطيعون أن منكم من هو مدرس في هذا الجانب ومنكم من يعمل في هذا الشأن، هل استطعتم على ذلك أم أنتم تتوجهون إلى مدارس عربية مثلا لناس آخرين ويتم تدريس الأطفال اللغة العربية و الرابط مع الوطن؟ احنا بتكلم عن مدينتي هنا فورت مكمري، احنا نساهم من ضمن الجاليات الاسلاميه الموجوده مع مدارس اسسناها اسلاميه عربيه وتدرس المنهج الكندي برضه، علشان طبعا اولادنا ياخذوا الشهاده المعترف بها في كندا وبنفس الوقت يتعلموا اللغه العربيه والقران واصولنا الدينيه. ممتاز. طيب اخي ياسر، لا ادري مثلما انتم في فورت مكمري، هذه واحده من احدى الولايات في كندا، لكن هل هنالك جالية أيضا في كندا مثل العاصمة وموجودون على رأسهم واحد من رؤساء الجاليات؟ طبعا فورت مكمري هي مدينة في ولاية ألبرتا، مقاطعة ألبرتا، ومعانا عدة جاليات محترمة كويسة ولها أنشطة ممتازة زي الجالية في أتوا، وهي لنا ارتباط قوي فيها واستفدنا منها الكثير لأنها أقدم مننا، وفي جاليات في تورنتو وفي كالجاري وفي عدة مدن مونتريال. طيب الرابط بينكم هل يتم التواصل بشبه مثلا يوميا أم كل واحد بيخدم الجالية الذي تحت يده في هذه المنطقة؟ والله احنا كل واحد يخدم الأخوة اليمنيين المتواجدين في منطقته، ولكن لنا تواصل نستفيد من بعض من خبراتنا، ولو في أي مشكلة ممكن نحلها مع بعض، وأحيانا يكون في أمور نحتاج إلى التواصل فيها لحلها تكون أمور مشتركة. ممتاز. طيب أخي الغالي، سؤال مهم جدا يتبادر إلى أذهان الإخوة المشاهدين الكرام وبالذات من يحلم بالسفر إلى كندا، هل من السهولة بمكان أن يسافر المواطن إلى كندا بالشكل الذي يراه أو هنالك صعوبة في هذا الجانب؟
هذا الموضوع أنا كنت طرحته من قبل في قناة فضائية في قبل سنة تقريبا. هذه أسئلة كانت تجينا كثير، ناس كثير يقدموا لي على أساس يقول كندا، وكندا فاتحة فعلا اللجوء ولكن له شروط وله نقاط. وأنا عملت قناة في اليوتيوب برضه باسمي، وعملت لقاء مع أخت يعني مستشارة في الهجرة تتكلم اللغة العربية، المستشارة في الهجرة الكندية، وحطيت عليها كل الأسئلة لأنه أنا مش مختص، مش حابب أجيب أجوبة أحيانا ممكن تكون خاطئة. فعملنا عدة فيديوهات ولقى صدى كبير لأنه صار في مكاتب صحيح. غير حقيقية واستغلت الناس بهذا الموضوع. طيب أبرز ما جاء في حديث هذه الأخت عن الهجرة، يعني ما هو الذي ممكن نستشفه من هذا الموضوع؟ يعني هل لابد أن يكون المسافر مثلا ذا خبرة وذا يعني مقدرة علمية أم عادي جدا؟ هو في للتوظيف في يعني أمور أنك تكون عندك خبرة في العمل فتيجي تعمل تفتح عمل وهذا استثمار حاجة زي كذا، وفي اللي بيجي طالب يعني في عدة طرق قانونية. طيب بالنسبة لمنطقة فورت ماكمري، كم عدد إخوتنا الجالية في هذه المنطقة؟ هل هم بالعدد القليل أم لا بأس بهم؟ والله لا بأس بنا، هنا احنا نتجاوز حوالي أكثر من حدود 35 أسرة هنا، ولكن منطقتنا هي منطقة صغيرة، منطقة بترولية وتعتبر من أهم المناطق الاقتصاد الكندي لأنها منطقة بترولية يعني. ممتاز. طيب أخي الغالي، ما هو المطلوب مننا كوسائل إعلام لخدمتكم وتقريب وجهات النظر مع الإخوة في جوانب مختلفة، بالنسبة للإخوة في الخارجية، بالنسبة للإخوة في المجالات الأخرى اللي تخدم المغترب اليمني والمسافر اليمني أينما كان؟ والله انتم جسر تواصل مهم بالنسبه لنا، صحيح. فصوتنا ممكن يوصل من خلالكم، ويعني في تسهيلات كثيره ممكن نستفيدها منكم. مثلا في هذه السنه هذه كانت مشكله العالقين، الطلبه العالقين في الاخوه السودان، صحيح واحنا صح. تدخلنا فيها وشاركنا فيها وتواصلنا مع الاخوه في وزاره المغتربين في عدن والاخوه وزاره المغتربين في صنعاء، صحيح. وانا اوجه الشكر لهم جميعا، وكان تواصلي عن طريق الأخ علي المعمري في صنعاء، الأخ علي المعمري. نعم، وفعلا قدموا لنا خدمات وتسهيلات في صنعاء وفي عدن، واللي ما جمعتهمش السياسة حقيقة استطعنا ان احنا نجمعهم بالعمل الإنساني الوطني. كلام جميل. أتمنى لكم يا أخي ياسر كل المحبة والتقدير وأنتم في خدمة هؤلاء الإخوة اليمنيين. أخي ياسر، سؤال شخصي، أنت من أي محافظة يا أخي؟ والله انا امي من عدن وابي من اب. ما شاء الله تبارك الله، الله يجمعنا بكم حياك على الله. خير. بارك الله فيك أخي والله ياسر، وبالفعل حياك أنه الله. بيت الفرح هم في من محافظة إب. نعم نائب وصاعدة في كل مكان منتشرين. صدقت. أتمنى لك كل الخير يا أخي حياك الله. ياسر، وبأمان الله حياك طبعا الله. الحلقة هذه هتنزل على الرابط إن شاء الله، نرسل لك على طول عبر الواتساب يا حبيبي. بارك الله فيك حبيبي، تسلم. نشوفك على خير وفي أمان الله حياك مشاهدينا الله. الكرام. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، في الحقيقة أنا في كل أسبوع لا بد أن أكون سعيدا. لماذا؟ لأنه أحيانا البرنامج بيثمر، البرنامج بيترجم إلى حاجات جميلة وسعيدة نفرح بها الإخوة المواطنين. من ضمن هذه الحلقات المشاهدين الكرام، أو من ضمن تواصلاتنا وفقراتنا، بأنه كان معنا واحد رجل مرور اسمه حميد، لا شك أنكم تتذكرونه وتعرفونه. هذا الأخ حميد كان معنا في واحدة من الحلقات، وكان معنا في الحلقة الثانية، واليوم الحلقة الثالثة. لكن لماذا نزلنا إلى الأخ حميد؟ وما هي الاهتمامات التي قدمناها له؟ وبماذا أسعدناه؟ سنخبركم في السياق القادم. الآن بس أذكر حضراتكم بأن حميد كان موجود معنا في إحدى حلقتين، نتابع التفاصيل، بعض التفاصيل. والله العظيم ان هي حاله صعبه جدا جدا، ما كنت متوقع. انا كنت قصدي انه في بيت وانه مع طيقان مع كذا مع كذا، لكن الغرفه مظلمه ما فيهاش الا وجه الله. هذه حال الاخ حميد الحسني مشاهدينا، والله اني حزنت يعني. بالنسبه لي قتلوا صابر 10 سنه، ما حد داري حتى بالحاله، ما هو في داري انا متزوج انا مطلقه، والله ما حق لابو واحد سال. هذا اقول لك ما اعرف شو هذا المجال، بيصير بعد عمله بيت الاول. لو نقول للناس يزوجوك يا حميد، انت تقبلها؟ هذه لو في ما حجبت يعني حجبت بس ما.
نزل الوكيل بنفسه. الله يحفظك. يعني اللي ما نشرته تأكيدا اللي ما فعلته نزل يعينه ويوجهه طبعا بصرف 1,000,000 ريال. الحمد لله. له 500,000 تسلم الآن و500,000 يوم العقد. وايضا وجهنا احنا نصير معه نخطب له او نعمل له كافه الاشياء. بارك الله فيك. نعم. هذه واحده من اساسيات البرنامج فقره نحن معكم مشاهدي الكرام، يعني نتلمس هموم الناس وتطلعاتهم ونزورهم ونتعرف على احوالهم وننقلها لكم مباشره. ما رجال لا برجال دائما يقول هذه المقولة مهمة في بلادنا. هؤلاء الإخوة الذي وقفوا إلى جانب الأخ حميد لا أنسى فضلهم أبدا، الإخوة المواطنين والإخوة المغتربين الذين اتصلوا به شخصيا، ولا أنسى أيضا الإخوة في وزارة الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية بالإضافة إلى وكيل وزارة الداخلية بالإضافة إلى الإخوة في إدارة المرور سواء في مرور الأمانة أو في مرور الجمهورية الذين وقفوا مع الأخ العزيز حميد الحسني. ونحن بذلنا قصارى جهدنا مشاهدينا الكرام في أن عرضنا هذه الصورة لكم وطلبنا منكم الفزعة وطلبنا منكم المساعدة. أنا كنت أقول لزوجك يا حميد وأنا خجلان من داخلي. لماذا؟ لأنه بعض الحلقات مشاهدي الكرام ما بتنتبهوها شنتم ولا بتتابعوها ولا حد بيهتم بالناس اللي بيظهروا. فأنا كنت أقول يا رب العالمين أن تفرح هذا الرجل، لأنه صعب جدا إنسان في 45 سنة تقريبا وما زال يتمنى أن يتزوج بعد أن كتب الله لزواجه السابق أن يفشل وقد معه ولد وبنت. فالحمد لله الأمور يعني توفرت من هنا ومن هنا ومن هنا حتى كان أجمل خبر مشاهدي الكرام وهو الخبر الذي أن زفينا هذا العريس، وكان أجمل عرس بعرس بسيط جدا وعرس بدون رسميات حتى لا نكلف على حميد ولا يكلف نفسه حتى شربت ماء واحدة لكل الإخوة الذين حضروا. شكرا للأخ عاقل الحارة، شكرا للإخوة المواطنين. وهذه تفاصيل عرس الأخ حميد الحسني رجل المرور الذي قسما بالله كأنه كتب له عمر جديد. كان محبط وكانت نفسيته تعبت جدا حتى في الجو اللي كان يقولوا بادي عليها الضيق وبادي عليها الضجر وبادي عليه، لكنه كان مخلص في عمله، كان يتواجد في الجولة بدون يعني أي عذر بدون أي تأخير أو تقصير، كان متواجد وكان متفاعل مع الناس ويخدم الناس. ما عمره مثل أقرانه من الرجال المرور ما عمره مد يد لحد أو استفز أحد. فكان الله سبحانه وتعالى أن واحد أرسل لي قال يا أخي حميد، وأنا كنت أعرف أن ما كنت أمر من الجولة يوميا، فألفت هذا الرجل. والحمد لله على كل حال مشاهدي الكرام حتى أسعدنا في برنامج موطن الإنساني، وكانت زيارتنا لهذا الأسبوع للأخ حميد الحسني وألبسنا الفل. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صادق الأمين. ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أنا في محفري خير وفي خدمة هؤلاء الإخوة المواطنين. اليوم جئنا من أجل العرس السعيد للأخ حميد الحسني، دام الله السرور. صلي يا ربي على طه الحبيب سيدي كل الناس، من أزال الشك عن النبي. السلام عليكم يا وجيه، دام الله سرور. الله يحفظكم. شكرا على وفائكم وحضوركم هذا الحفل المسقر البسيط الذي أقيم للأخ حميد الحسني بمناسبة زفافه الميمون، دام الله سرور. وأنا متأكد بأن ظروف الأخ حميد الحسني مقتصرة على شربة ماء للمه، لأنه ظروف الصعبة مشاهدي الكرام ما حبيناش نكلف على الناس كلهم، وإنما عملنا هذا العرس البسيط الجميل عند الأخ عاقل الحارة. الأخ من يا أخي؟ نبيل جار الله، أهلا وسهلا بك يا أخ نبيل. عندنا هذا الحفل مشاهدي الكرام في هذا الديوان البسيط، الآن ألبس الأخ حميد الحسني بمناسبة زفافه الميمون، ألبسها الكل. إلى حسنك يا قول جل من يا نبي أنشك الله لو تبدى. حميد الحسني زوجناه بعد مشوار قصير ربما في الحلقة التي ظهر في برنامجنا، كانت أول حلقة وهو في الغرفة المظلمة. بعد الحلقة هذه كل شيء سبر الحمد لله. شكرا للإخوة وزارة الداخلية وزير الداخلية شخصيا والأخ مدير عام
مرور أمانة العاصمة والأخ مدير عام مرور أمانة مرور الجمهورية، كلهم هؤلاء الإخوة بذلوا جهدا طيبا وكبيرا، والأخ وكيل وزارة الداخلية الذين كرموه مبلغ مليون ريال، بالإضافة إلى اتصالات الإخوة المواطنين الذين أكرموه أيضا باتصالاتهم ومشاركاتهم. حتى مثلا زواجة المشاكرام كان لها ذكرى جميلة وطيبة في حياتي لن ينساها أبدا، سنشرحها عندما نعود للبيت ونستقبل عروسته القادمة من محافظة الحديدة، وكيف قصة هذه العروسة التي لها يعني حكاية الموضوع، لأنه حصلت مستجدات بعد أن ظهر في برنامجنا، تواصلوا بالناس كثير من ضمنهم قصة هذه المرأة الزوجة الصالحة التي الله يبارك لهم جميعا فيها. ألف مبروك يا حمد. الله يبارك فيك استاذ محمد، طيرت الحياه طبعا، طيرت 100% الحمد لله. الحمد لله. والجوله انا اجازه هذه يا سلام، الله يبارك فيك. احلى اجازه منك. احلى اجازه واجمل ايام. واجمل ايام والله انك صادق يا اخي. كان واحد محبط، كان ياكل من الدكان عباره عن عصير وكيك وكذا، تعب واحد منه. تعب نعم والله. جهزنا كل شيء، صلحنا المطبخ، شلينا الأساس، شلينا أدوات المطبخ، كل حاجة جاهز الآن نأكل بالبيت الحمد لله. الحمد لله. المهم في قمة السعادة إن شاء الله بإذن الله يبارك. إحنا جينا اليوم نحتفل بكم قدام الناس ونقول لكم ألف شكر لكل الذي وقفوا معك، سواء الإخوة الذي تبرعوا لك قبل البرنامج يعني بعد البرنامج، أو الإخوة وزارة الداخلية الذين كافؤوك مبلغ مليون ريال مقدم من الأخ وزير الداخلية عن طريق إدارة العامة للمرور. الله يهنيك يا حبيب الغالي. رسالة وشكر لمن يا شكر للأخ وزير الداخلية والأخ مدير عام المرور والأخ مدير مرور الأمانة والأخوة المغتربين في المملكة العربية السعودية، لا ننسى فضلهم الذي قاموا بالواجب. طيب أخ حميد أستاذ محمد المحمدي كذلك هو الأساس والكل. لما البدر فطه هذا النور شمس الأفق وله الفخر الله. طلع البدر علينا من ثنية الوداع علينا. مشاهدي الكرام شكرا لأبناء هذا الحي، شكرا لعاقل الحارة الذي احتضن هذا العرس في منزله، شكرا لهم جميعا، والحمد لله أنه اليوم هذا عرس بدون قات. طبقنا المقولة الشهيرة الجميلة بأنه اليمن أجمل بدون قات إن شاء الله. عاقل عليكم السلام. أهلا وسهلا، ونقول لكم أهلا وسهلا، نبارك للأخ حميد الحسني بزفافها الميمون، ونشكر الأخ محمد المحمدي، ونشكر قناة اليمن على مبادرة هذه الجميلة، ولكم منا التحية وألف سلام. الله يبارك لك. شكرا لك. أذبته بنت بنتي نحن ابن الابن ويجي حنج من الابن. الله يصلح. الله يحفظكم. الله يبارك فيكم. كلمة باسم هذا اليوم. حياكم الله أستاذ محمد، احنا نتشرف بكم اليوم بالحضور العرس جارنا العزيز حميدة الحسني، والحمد لله تم المناشدة مننا إليك يا أستاذ محمد، وتم التواصل معك، والحمد لله أنك يعني استجبت باستجابة سريعة، ووزير الداخلية نشكره، وكذلك مدير المرور وجميع الطاقم المرور والأهالي والتجار والمساهمين والمغتربين على مساعدتهم على زواج هذا الأخ حميد المسوري الحسني، لأنه من الناس المستحقين والجيدين، والحمد لله تم التوفيق. يعني كتبتوا لي رسالة في التواصل الاجتماعي في واتساب، قلتوا لي بأنه هذا الرجال يستحق، وهذا الرجال وأنا أعرف، أنا في الجولة أعرف أصلاً. ايوه كنت امر من عند الله، قلت ان شاء الله ان نعمل فيه خير، فالحمد لله. والله ما توقعت مشاهدي الكرام ان انا جيت اسجل معه، وقلت قالوا وش زواجه، وقلنا نزوجه يا مشاهدي الكرام، فكنت اقول الناس ما عاد يشاهدوا القناه، او كيف الناس بتاخروا، الناس ظروف الناس صعبه، لكن الحمد لله انه استجاب الله سبحانه وتعالى لمطلب هذا الاخ حميد، واليوم العرس، وقد وانا مبريع، قد الشغاف القلب قد معلق بالبنت هذا اللي حتوصل من الحديده، قد قلبي معلق، قد في عصر منتظر، فهو دحين مريع لها شوق انه ينزل لها. احنا عن سن ننتظر مع مشاهدي الكرام في هذه الغرفه حتى تصل هذه العروس، ونستقبلها ان شاء الله، ودام الله السرور، والف شكر لكم جميعا. الله يبارك علينا جميعا. الله وسهلا بكم. الف مبروك. والاخ حميد من الرجال الطيبين، والف شكر لمن تعاون معه من وزاره الداخليه ومن التجار ومن المغتربين، وهذا واجب علينا جمعه، وهو مستحق وانسان طيب ومعروف عندنا في الحاره،
والبركة في الأستاذ محمد، أنت الذي قمت بهذا الواجب. الله يبارك فيك يا أخي محمد ويكتب أجرك إن شاء الله، ما قصرت، فعلت واجب كبير. أنتقل مع حضراتكم مشاهدي الكرام في هذا العرس المسقر. إحنا اختصرنا العرس لماذا مشاهدي الكرام؟ لأن ظروف الأخ حميد صعبة جدا، ساعة ما تقولوا يلا كلفت نفسه بحق العرس بحق الكذا بحق التفاصيل، صلح غرفته، اشترى له فرش، اشترى له مطبخ، صلح له الأمور على أساس يستقبل العروسة الجديدة هذه إن شاء الله، والله يطول بعمره إن شاء الله ويحفظه. مشاهدي الكرام ننتقل إلى المقطع الثاني وهو في المنزل أو في الغرفة. أنا كنت أتمنى أدور للبيت، لكن ليش ما دورت لك بيت يا حميد؟ والله الرجال الثقالي سبحان الله عايش بمش معاشر، يعني إذا إحنا هم سائرين صرحنا مطبخ وبعد إحنا سنين أيوة الغرفة تمام عليك. هذا حين اثنين بس، لكن بعد 18 19 قدر جاء الطريق سهل والله إن شاء الله. أي سهل والله. الحين قد قلبك معلق بهذا صاحب الحديد إمه؟ أي من ساكن الحديد، بس مساكن الحديد. مساكن الحديد أيوة، عجيب من الحديد يعني. أيوة. أبو باكر يا إمام القبلتين، طلع البدر علينا من ثانية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا إليه داعي، وصلاة الله ترشى سيد المسلم محمد وعلى آل الكرام، مشد الطير وطرا، وصلاة الله ترشى سيد المسلم محمد وعلى آل الكرام، مشد الطير وطرا، وعلى آل الكرام مشد الطير وطرا. يا حميد يا حميد يا حميد، دام الله سرور مشاهدي الكرام انظروا كيف تحسنت الأمور وكيف تغيرت الأمور للأخ حميد الحسني. جينا إلى هذه الغرفة وهي في حالة إحباط شديدة مع صاحبها بسبب ظروف المعيشة وظروف الحياة وظروف الناس وكذا، لكن الأمور الآن تغيرت الحمد لله على سلامة وصول العروسة إلى المنزل، وأنا ممتن جدا لوالدة هذه المرأة. انظروا كيف كانت القصة بعدما ظهر الأخ حميد في برنامجنا، واحدة من المتصلات كانت من محافظة الحديدة، سيشرح القصة الأخ حميد. ما هو اللي حصل يا حميد؟ بعد المقابلة الأولى الذي جريتها معي آخر البرنامج اتصلت بوالدة زوجتي، قالت لي أنا زوجك بنتي بلاش وأهدي لك هدية. نعم، فأنا قبلت الهدية منها واتجهت إلى مدينة الحديدة، يعني مساكنة أصلهم من زايز مساكن بالحديدة، اتجهت وعرفت البنت وتزوجنا الحمد لله في حفلة صغيرة أنا وهي في الحديدة وطلعنا الحمد لله. أتوجه بالتحية والتقدير لهذه الأمة المثالية في محافظة الحديدة التي أهدت ابنتها الغالية فريدة كبدها إلى الأخ حميد الحسني بمجرد أن ظهر في البرنامج، قالت له لبيك يا أخ حميد هذه بنتي جبالك. لكن أنت ما قصرت، أنت دفعت الأم مبلغ وقدرهم حاجة بسيطة، ملابس وملابس ودبلة، حاجة بسيطة لكن جميلة في قلبي، أنا أعتبر مدت حاجة، أعتبر هدية. نعم على غنى هذا النسوان هذا الأيام مدت ولا حاجة ولا حاجة. لقد والله بيوقف معك يا أخ حميد ولا ما سخر لك المرة، هل تتصل بك محافظة الحديدة؟ هذا فضلك يا أستاذ محمد، فضل الله سبحانه وتعالى، يجزيك الله خير ويبارك بك. احنا سعداء اليوم ان انت انضممتي لهذه الأسرة ولهذه العائلة. انت مرتاحة بالحياة هنا؟ ايوه مرتاح والله مرتاح الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حافظوا على بعض انتم الاثنين فقط، ما معكم حد ثاني؟ ايوه ان شاء الله. الله يحفظك يا عمي ياسمين ويبارك لك ويجبر بخاطرك على وفائك وعلى نصرتك لهذا المظلوم المسكين، وزوجتيه بافضل بنت وخير بنت ان شاء الله تكون زوجة الزمان وصالحة للزمان باسره وتخلف لها العيال، والف مبروك والحمد لله. شكرا على فرش هذا الغرفة من الاخوة المواطنين، شكرا على تأثيث المنزل هذا وصلاح الحمام وصلاح ايضا المطبخ، والحمد لله على كل حال، واراكم دائما وانتم بخير مشاهدي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشد الطير وطرت وعلى آل الكرام
حشد الطير وطرت. هذه قصة الأخ حميد الحسني، ألف مبروك يا أخ حميد، والله وهو متفائل جدا ورجعت لها الحياة من جديد. تخيلوا مواطن محتاج مرأة. النساء، النساء مشاهدي الكرام، النساء عرسات البيوت، يقولوا النساء المرأة الصالحة والله سراج للدنيا والآخرة قسما بالله، ويقضي معها واحد أجمل الأوقات وأحلى الأوقات، وعندما تنجب لها الأبناء وعندما تربي لها الأبناء، لأنه الأب مشغول بعد حياته بعد عمله بعد اهتمامه، ما بش بعد الله سبحانه وتعالى إلا الزوجة الصالحة التي ترعى هؤلاء الأطفال في غياب والدهم. أتمنى لهم هؤلاء كل الخير وكل التقدير، وإن شاء الله أنه بيخلفوا وإن شاء الله يعيشوا حياة مستقرة وهادئة، لأنه أكثر من 15 سنة جلس عازب بدون بعد ما انطلق زوجته، وكان محتاج من يمد له يد الخير. صحيح أن الناس موجودين الطيبين الطاهرين في هذا البلد وفي كل مكان، لكن من يطرق الأبواب؟ الأبواب أحيانا صعبة أن واحد يطرقها، ما عبش تقف في حد، ما عبش بيثق في الناس خالص بعد ما ينبري لهذا الجانب الإنساني. ناس مرضى يشوهوا هذا العمل الإنساني، حتى عندما يأتي إليك الفقير، يأتي إليك المحتاج، يأتي إليك المظلوم، يأتي إليك ما أصدقش من كثر اللي بتراه في الواقع. فاللهم لك الحمد ولك الشكر. أتوجه بالتحية والتقدير مشاهدي الكرام لكل الإخوة المغتربين الذين وقفوا وقفة رجل واحد مع الأخ حميد وتابعوا واهتموا وساعدوه في رنج البيت وساعدوه في أثاث البيت وساعدوه في أثاث المطبخ، بالإضافة إلى على رأسهم الأخ وزير الداخلية، مشكورا شكرا جزيلا. وهكذا نتعاون احنا، دورنا في وسائل الاعلام مشاهدي الكرام وانتم يا اخوتي المسؤولين نطرق لكم هذه الابواب التي قد لا تعرفوها وقد لا تصلوا اليها الا عن طريق وسائل الاعلام، وهي السلطه المهمه والحقيقيه التي تطرق لكم هذه الابواب وتعرفكم على من يحتاج ومن يستحق من الناس. في عوده غائب مشاهدينا الكرام، ما بش معنا فقر في الميدان، وانما مثلما اسعدكم في كل حلقه من حلقات البرنامج عندما تثمر فقراتنا وتثمر منشوراتنا تثمر خيرا وبركه وسعاده عند الناس. اذكر لكم هذه القصه. هذا الوالد الذي على الصوره مشاهدي الكرام هو اسمه احمد. جاءت لي رساله من اخ عزيز، اخ الكريم، اتمنى بان تنشر في البرنامج. هذا العم احمد موجود لدينا في محافظه صعده منذ 35 عاما. ما جزمناش نقول له من اين انت، ولا نساله ما هو الذي خلاك عندنا هذه السنوات كلها، ولا عرفنا بقضيته ولا شيء، ما نعرف من اسمه الا احمد، لكنه انسان سوي وانسان محترم وإنسان نظيف وإنسان جميل ومحب للناس، حبوه الناس كلهم وتعاشروا معه واعتبروا واحد من أبناء هذه المنطقة. لكن عندما شفنا منشورات لك أو تتحدث في البرنامج أنه من وجد مواطن مجهول عنده في حارة أو في قرية أو في مدينة بأن يقوم بتصويره وإرساله إلينا، لماذا؟ لأن الخير كله في هذا الجانب. عندما نبث هذه الصور لأنها صور حديثة، بعضهم سار من قبل 30 سنة، مثل الأخ أحمد سار قبل 30 سنة، لو أرسلوا لنا صورة قبل 30 سنة ما حد يعرف خالص، ولا أحد أقدر يطابق الصورة بين اليوم وبين هذه الأيام. لكن عندما أرسلوا هذه الصورة في الواقع اليوم، والصورة أخذت في نفس اللحظة، أرسلوها إلينا، نشرناها في البرنامج وفي صفحاتنا، بمجرد أن نشرناها مشاهدينا الكرام كان الخبر السعيد واليقين وأجمل خبر في هذه الدنيا، أن نتعرف على ما سيدور في الحوار مع الأخ أحمد إبراهيم من محافظة صعدة. أخ أحمد، وعليكم السلام والرحمة والأمنيات. السلام عليكم أخي محمد، كيف حالك؟ الله يحفظك يا أحمد، أنت واحد من الأوفياء المواطنين الذين عملوا بما قلناه، أنه أي واحد مجهول في أي منطقة نصور أن نعمل خير في أسرته، لأن الأسرة التي لديها غائب ستظل تنتظر هذا الغائب يعني 1000 سنة، وهي منتظرة أن سمعت دقة في الباب قالت هذا الغائب، وأن سمعت واحد مشى من جنب الطاقة قالت هذا ابني، وهكذا يظل الناس معلقين بأبنائهم الغائبين حتى يشاء الله. فأنت قمت واجب جميل أخي الغالي. كم عندكم المواطن هذا؟ هذا الشخص كان عندنا 35 سنة، ما يقارب 35 سنة، وكان عايش في منطقة عند في محافظة صعدة في المدينة نفسها. في المدينة؟ في المدينة أيوه، وعلى ما أعتقد إن في شوية من الحالة النفسية، يعني ما جزمنا إن إحنا نكلمه ولا إن إحنا نجابره، وكان عايش عند أسرة كريمة عاشتان مهتمين فيه وحسبوه واحد منهم. ما شاء الله تبارك الله. اسمح لي هنا أتدخل بس أقول شكرا جزيلا لهؤلاء الأوفياء. اسكت كل أسمائهم لو تكرمت على مدى رد لهم الجميل. هم عائلة كامل آل شتان، هو عايش في منطقتهم في بيوتهم في منطقتهم جالس هناك، وكان في 35 سنة هذه كان كأنه واحد من أسرتهم، والله يشكر عليهم يكتب الأجر لكم جميعا. والله يشكر عليك يا أستاذ محمد، والله أني ما توقعت أن إحنا بنحصل أسرة الرجال
صدقت بعد هذا بعدنا رسلت لك الرسالة على رقمك الواتساب. كان الفضل لله سبحانه وتعالى ثم لك. الله يستر عليك يا أخي محمد. طيب أخي الغالي الله يبارك لك. أخي الغالي التقطت له الصورة أنت وهو ما كانش منتبه ولا كان منتبه لها؟ أقول لك ليش صورتني ولا شيء ولا؟ لا والله كان في نفسه إنه يرجع أو كذا، بس ما كان يحب يتكلم كثير. أيوة صح، ما عاد يقدر شيء. ما عاد يقدرش ولا عاد جزم، يعني بعد هذا العمر الطويل ما عاد يجزمش واحد يقول إنه أنا لدي أسرة وكيف أواجههم وأقول لهم إنه تركتكم هذه السنوات الطويلة كلها. نعم نعم والله إنه رجع. تواصلت فيه أخته على ما أعتقد، أخته وابن أخته. أول واحد راسلك بعد ما نشرنا الصورة في البرنامج وفي نعم تواصلوا بي واتصلوا لي وقلت لهم الرجال موجود عندنا في صعدة، فتفاجأت أنهم يقولوا لي هذا الرجال نحن متأكدين أنه هو. طيب هم قالوا لك أنهم متأكدين ولا فيه علامات وطلبوا منك أن تصور لهم العلامات هذه؟ لا قالوا الشكل هو الشكل سبحان الله تعالى. بعدين أجوا لمحافظة صعدة وتواصلوا بي فورا أنهم في محافظة صعدة، حتى أني تفاجأت. ثم وصلوا لعندي وقالوا لي الشخص فيه علامة في يده من قبل أكثر من 50 سنة، وذهبت أشوف الرجال وشفت العلامة الموجودة في يده، وسبحان الله طلعت العلامة موجودة وجمعنا بينه وبين أخته وارتبوه. كيف كان لحظة اللقاء يا أحمد؟ كنت أتمنى بأن أكون حاضر، لكن يا إخواني إيش أقول لكم، حاجة مهمة جدا. أنا بنعمل خير في الناس صحيح، لكن لو كنوا يشعروني قبلها، يعني هؤلاء الناس. أنا صحيح أن أنا قدمت رسالة على أكمل وجه ونشرت هذه الصورة في البرنامج ونشرتها في الصفحات، لكن وعملت رقم الأخ أحمد، قلت بدل ما يرجعوا لي بدل ما يتعبوا فنشرت رقم الأخ أحمد، قلت يسهل الله إذا قد. وهكذا عشرات يوميا يرجعوا بالعشرات، عندما نعلن عنهم في البرنامج بيرجعوا ما شاء الله تبارك الله بالعشرات. فالحمد لله من استطاع أن يتواصل بنا بنذهب نسجل معه العودة وهذا اللقاء، ومن لم يستطع لأنه على ما علمت يا أخ أحمد بأن ظروف هذه الأسرة صعبة جدا. أيوة كانت ظروفهم صعبة، حتى أنهم جاءوا بالسيارة من محافظة الحديدة وما كان حاسب السواق، وفضل الرجال الكريمة كاتفنا وأعطيناهم مشوارهم. يعني أخذوا سيارهم ما بش معهم حتى إيجار السيارة. أيوة أجوا فجأة يعني بطريقة أنهم متفائلين أن الرجال هو نفسه سبحان الله تعالى، توفقوا انه الرجال. اي ما كان عاد عندهم ياس انه 1% مثلا قد يكون ما هو شو، لانه 35 سنه عشره عمر طويل ما هي سهله. انا شفت اتصورت لي يا اخي اللي جاه في الدقيقتين، لكن تعذر ان احنا نقدمها اليوم بسبب النقل وكذا. فاللي جاه بتقول له انا اختك، انت فيك علامه كذا، انت اخي، انت كذا، وهو بيقول لها ايوه، يعني اما تعرفوا على بعض والتقوا ببعض، لكن بسبب ظروفهم الخاصه طلعوا بشكل مبسط وبسيط الى هذه الاسره، إلى الأخ أحمد إبراهيم في محافظة الحديدة، والتقوا بعد 35 عاما عمر طويل. مشاهدينا الكرام، كتب الله لهذا الرجل أن يعيش مجردا بعيدا عن أسرته. ما سألتش ما هي الظروف اللي صار فيها يا أحمد؟ لا والله ما استطعنا أن احنا نضغط على الرجال زيادة بسبب ظروفها النفسية، فالحمد لله جمعنا بينهم وتوكلوا على الله، وكان الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم الفضل لك والأخلاقك الطيبة والجميلة التعامل مع الأشخاص والناس جمعة. الله يستر عليك، الله يحفظك، أجرك إن شاء الله. شكرا يا أخي أحمد، وأنت إنسان نبيل. شكرا لهؤلاء الأوفياء، شكرا لهذا الصنف من الناس الذين يستجيبوا لما يطلبه الناس، لأنه واحد من أهم الاهتمامات أنك تصور واحد مجهول حتى لو كان مجنون. مشاهدي الكرام صوروه، لأنه هذا المجنون هو أساس البحث. هو يعني تخيلوا مجنون على جنب في الشارع 20-30-50 سنة حتى يموت وهو لا يستطيع أن يصل إلى أسرته، مجنون فاقد الوعي. مهمتنا ما هي؟ نحن نصور هذا الشخص الموجود في أي مكان ونتعارف ببعض ونتواصل ببعض، ونحن بدورنا بنستخدم البرنامج في خدمة هؤلاء وننشرها. والله ما صور الواحد قسما بالله مشاهد الكرام لا أبالغ إذا قلت لكم أنه كل الصور اللي يتم نشرها يتم التواصل بنا مباشرة بأن هذا ابننا وهذا صاحبنا وهذا أخونا، فقد تأكدوا من بعض العلامات، لأنه إذا قد لسه 30 سنة زي ما هذا الأخ أحمد لابد أن نتأكد من بعض العلامات. وبس بالفعل أتواصل بهؤلاء الأشخاص وأقول لهم لو سمحتوا تأكدوا لي في علامة في ظهره، في علامة في رأسه، من ضربة، من كذا، من موقف حصل، وبالفعل يتأكد لنا هذا المواطن ويصوره وينزل مرة ثانية ونرسل لهم يقولوا الحمد لله نحن نطلع على بينة، ما نطلعش ونرجع خايبين، ويطلعوا لهذا المواطن ويستلموه في كل محافظات الجمهورية. أشكرك أخي الغالي، وأنا كان معي رقم للإخوة في محافظة الحديدة، لكن
التغطية عندهم شوية صعبة. أتمنى لك الخير يا أحمد. السلام عليكم يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. من الجوانب المهمة في برنامجنا مشاهدي الكرام والذي أنا حزنت جدا عليها، واحدة من الأخوات الكريمات مع زوجها جاءت إلينا قبل العيد في آخر حلقة، يعني كان العيد يوم الربوع وجت لنا يوم الجمعة، وهي تبكي بحرقة مع زوجها مشاهدي الكرام. ربما ستطلعون على التفاصيل مع الفقر بشكل عام. كانت ابنتهم اسمها أمنية، حصلت أني في مشكلة في البيت، حصلت أبوها ضغط عليها شوية، البنت ما تحملت، عمرها 13 سنة، خرجت من طاقة الحمام بسبب ظروف خاصة أسرية كذا. البنت بتحبهم وهم يعزوها ويحبوها جدا، لكن إن شاء الله مشاهدي الكرام أن تخرج هذه البنت، فحصلت مشكلة كبيرة وضاق الناس جميعا. بنت جميلة في 13 سنة ما زالت صغيرة، خرجت من المنزل، تخيل أن تخرج بنتك للدكان وما ترجعش، يا همتها يا مشكلتها. كانت واحدة من أصعب القضايا التي واجهناها مشاهدي الكرام، أن تغيب ابنة، قد يغيب ابن صحيح لكن الابنة يخاف واحد عليها من الناس، يخاف واحد عليها أن تبات في بيت ما يعني يحصل لها ما لا يحمد عقبه. فالمهم أن جاءت هذه الأسرة إلينا، قدمنا رسالتنا في البرنامج، وكانت آخر حلقة في العيد. بعد البرنامج كان الحضور في الاستوديو هو السبب بعد الله سبحانه وتعالى أن احنا توصلنا إلى الخيوط التي جمعتنا، وكانت أفضل جمعة وكانت أفضل حضور وكان أفضل تواصل مع هذه الأسرة. زرناهم إلى واحد من الأحياء خارج أمانة العاصمة والتقينا بهذه الأسرة مرة ثانية، لعله خير. مشاهدي الكرام تحية طيبة بالتوافق وبالتزامن مع الاستوديو. نحن اليوم في الميدان في أمانة العاصمة، تحديدا خارج أمانة العاصمة بقليل، جئنا من أجل أذكر حضراتكم بموضوع الطفلة أمنية التي كانت في آخر حلقة من حلقات برنامجنا قبل العيد، وهي تناشد الناس أجمعين بأن يقفوا معها في أن يصلوا إلى هذه الطفلة. اليوم استجدت أمور كثيرة في هذا الموضوع، ونحن اليوم أمام منزل الطفلة أمنية مشاهدي الكرام، وهذا هو المنزل كما تلاحظوا، ووالدها موجود في هذا المكان. السلام عليكم، حيا الله من جاهك، كيف حالكم؟ كيف الدنيا؟ أمورك سابرة؟ وهذا علي؟ هذا ناصر. ناصر، ناصر كيف حالك؟ الحمد لله. كم عمرك؟ 3 سنين. 3 سنين ما شاء الله تبارك الله، حالي يا ابني حالي. انتي غالي علي يا امني، ارجعي لحضني يا امني، انا امش يا امني، ما بعلي بس حاجة الله يا امني، انا امش انا امش يا امني، انا حنوتش يا امني، انا جارش يا امني. الناشد سواء جيران او غير جيران او قريب او بعيد، انه اذا وصلت البنت هذه الى عنده او انتجت به او شيء، انه يحافظ عليها في عينه ويطمننا ويرجعها الينا سالم غانم. بارك الله فيكم وربنا يعطيكم العافيه وتسلموا. مشاهدينا الكرام الحمد لله على نعمه الكمال والتمام، جئنا الى هذه الاسره وقد استبشرت خيرا بعد ان سجلنا معها في التلفزيون واحده من اهم الحلقات التي كانت محزنه الى حد كبير. لماذا محزنه؟ ان تغادر امنيه من غير سبب هذا المنزل مع أسرتها، وكانت هي ربة البيت، وكانت هي الساعد الأيمن للأم وللأب، كان كل شيء عليها وتفاصيل البيت عليها وصرفة البيت عليها، لكن إن شاء الله أضاعت 100,000 ريال، يعني كانت هي كل حوزتهم وكل ما يمتلكونه من مال. فشاءت الظروف أن أبوها يوجه لها اتهام، يقول لها يا بنتي الزلط أشتي هذا بعد نص ساعة والزلط موجودة، ولا أقلبش زلط. فالبنزي الذي خافت افتجعت شرح لنا هذا اليوم بأنه خرجت من البيت. شعورك يا أختي بعد ما سجلنا معك هذه الحلقة، كم جلستوا بعدها بالضبط؟ أيام كم جلسنا بعدها لما ثاني العيد؟ يعني أسبوع جلست، أسبوع. تخيلوا مشاهدي الكرام أنه أسبوع وهذه الأسرة على أحر من الجمر، أم وأب مكلومين على بنتهم التي غابت فجأة بدون سابق إنذار. هذه قريب بعد الكبير، ما يعني فرق بينهم سنة؟ ما سنة واحدة بس. ما اسمك يا بنتي؟ الله يحفظك انت سارة، يا رب ذلك. الحين قد انت بتقومي مقام اختك، كل شيء عليك ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه البنت امنيه مشاهده الكرام، يعني بنت في منتهى الجمال وفي منتهى الود، كانت قائمه بكل التفاصيل، بس مدري ما هو الذي رعبها، ما هو الذي خوفها، ما هو الذي خلاها
ترحلها من البيت. شو الحين لحظة ما خرجت يا أختي؟ خرجت من الطاقة قلت لي ولا من الباب ولا من؟ فنان يعني إحنا نجابلها أنا وأبوها. أنا أيوة أنا في المكان الداخلي. أنا أقول لها أنا الزلطة بنتي وش اشتري الزلط يعني هو داخلي عيد. إحنا نشتري لكم كسوة، إحنا نشتري لكم مدري ما هو يعني حاجة البيت. قالت لي هانا دورنا أنا وهي نعتد الدونب كله أنا وهي. قالت بزت الطرحة قلت أنت سارحي. قال سارحي الحمى. دخلت الحمى غلقت على نفسها في الحمى وأنا بساعتي صيحت يا محمد البنت مدري يعني. حمل محمد يدفع الباب هكذا رزعها لما افتلقت. دخلت رأسي في من الباب فتحت الطاقة الباب حق الحمام ما عب شيء. يا محمد البنت خرجته وخرجت يعني سعى المجنون خارج الشارع. خرجت بعد خرجوا أخواتها كلهم بسرعة بعدهم يدوروا ما بش ولا كنا سعى الملحي لما يذب الماء ولا درتنا إن سارت ولا درنا إن سارت ولا إن توجهت. أيام صعبة جدا ما أنسيها عمري بكله ما أنسيها إن شاء الله إن ما أنسيها ولا ما هو ما أقول لك ما هو فرق أمنية هذه نزعت قلوبنا كله. الحمد لله على كل حال نحمد الله ونشكره. سنأتي الآن مشاهدي الكرام إلى تفاصيل ما بعد الغياب. يعني غابت أسبوع كامل بدون حس ولا خبر. والمشكلة أني كانت حافظ الرقم أبوها. عندما جابرني أبوها كانت حافظ الرقم أبوها بالتمام والكمال. بس ما هو الذي حصل؟ أين ذهبت أمنية؟ ولماذا غابت؟ وعند من جلست؟ وكيف اتصلوا به؟ وما هي القصة من أولها إلى آخرها؟ أنا اليوم ألتمس العذر لهذه أمنية مشاهدي الكرام، ولا أريد أن أشهر بها مرة أخرى أو أصورها لحضراتكم، وإنما جئت ألتمس العذر لحضراتكم ولهذه الأسرة أن أصور مع الأب والأم يشرحوا بس القصة من أجل أن تكون عظة وعبرة للآخرين، حتى لا تحصل لكم نفس ما حصل لأمنية. أمنية موجودة مشاهدي الكرام لن تدخل معنا ولن ندخلها معنا في الحوار من أجل أن نحفظ لها حقها، لأنه عندما تكبر البنت هذا الحلقة في اليوتيوب كذا يشوفوها تطلع تنزل كذا، معلش تطلع ولا تنزل ولا شيء. صحيح أنه نشر لها صورة عندما غابت كانت للضرورة القصوى، لأنه لازم يستدل بالصورة على مدى يعرفوا أين هي. فالقصة التي حصلت مشاهدي الكرام بعد أن أتوا إلى برنامجنا سجلنا معهم حلقة من الحلقات المهمة، انتشرت هذه الحلقة مقطع اليوتيوب عند الناس كلهم تابعوه. بعدها بأسبوع تقريبا ترقب انتظر عندنا الرقم على الشاشة عندنا كذا. بعدين جت التفاصيل كالتالي، أشرح لكم التفاصيل اللي حصلت بالضبط. ما اللي حصل بالضبط؟ بعد البرنامج مباشرة أثناء خروجي من البرنامج جالي أول اتصال بيكلمني أقول له قال اطمن رقم موبايل اطمن إن شاء الله ما يكون لا خير مدري إيش. قلت البنت عندكم طمنا؟ لا نقول يا أخي طمنا قلوبنا نار وكذا ومدري إيش. قال اطمن أنا أشتي بالنسبة خلي محمد يتواصل معي. الرقم الثاني بعده بعد صلاة الفجر مباشرة عمل لي رسالة قال لي معك صاحب الباص أنا أخذت بنت مواصفة كذا كذا طلعت من المطار إلى الحصبة صرت أكد من البقالة من هناك فصرت لها هناك ما فيش كلام. أخذنا كاميرات المراقبة من المحلات سرنا للقسام عملوا لنا تصريح من كاميرات المراقبة وراقبنا ما فيش حاجة من الكلام. في أست ثاني يوم أو ثالث يوم جاي اتصال من شارع من جولة يوني ماكس صرت لها هناك على أساس إنه شاف بنت هناك بمواصفات وصرت لها هناك. أخذنا التصريح من القسم الشرطة من 14 أكتوبر وبدأت هنا كاميرات المراقبة ومشوية. والرابع يوم نفس الكلام نفس الاتصال من شارع ثاني من داخل شارع هايل أيوة وصلت لها هناك وإنه الكلام نفس الكلام ما في شيء. جاء بعد أنا يأست صدق كنت خلاص قلت أنا يعني حسب ما يتكلم المثل العربي أو يقول على أنه دوار الحي عسر هكذا. فصليت المغرب وجلست في البيت دريت إلا بالاتصال من قسم جمال جميل. قلت أنا يمكن قد يكون أيوة قلت يمكن مثل الاتصالات السابقة لأنه حتى من بعض الأقسام كان يرسلوا لي بصور بنات أيوة من قسم ضوران من قسم همدان من قسم. قلت أنا احتمالاً قلت خلاص عملوا لي صورة لها. قال يا أخي جي بتقول على أن هي أمينة محمد عبد زايد ما قال شد لي اسم بالكامل أيوة من قسم جمال جميل من عند السيارة الأوبل هذه الطفلة اسمها أمينة أيوة. فشليت المتر وخرج زي المجنون تعدهم لهنا قالوا كيف يعني ما وصلك درحين في 10 دقائق يعني خرجت من
البيت من المطار وانت جاي لعندنا ضلعين، قلت الحمد لله. فأثناء ما شفت أمنية وأنا فوق المتر، فقفزت من فوق المتر، أنا كان معي واحد طبعا من أجدودها، قفزت على طول هكذا لفوق من فوق المتر وحضنت البنت. يقولوا لي العسكر ايش تحضنها، ما تقع لك، ما هي هذه بنتي بنتي. والبنت خلاص حضنتني، قلت يا أمنية ما ليش سويت ابنها هكذا؟ قالت والله يا أبا سامحني غلطت واعذرني. قلنا خلاص يا بنتي أبوها الدنيا كلها مشي هاي، أهم شيء يرجع عندي. فزنا من القسم هذا، اتخذوا إجراءات تحقيقات وأشياء، حولوا بنا لقسم بني حضر، عملوا تحقيقات هناك، وجلسنا من الساعة 7 إلى الساعة 2 بالليل، وروحنا والحمد لله رب العالمين. الآن مشاهدي الكرام أشرح لكم القصة بالضبط، ما هو الذي حصل بالضبط. يعني القصة مثل ما روتها أمنية، البنت صادقة، ما نقولش فيها في أي شيء، يعني البنت صادقة بكل التفاصيل وبكل الاهتمام. فعيش رحنا أبوها ما هو الذي حصل بالضبط من عند لحظة مخروجها من البيت، ما هو الذي حصل، وما هو الذي وأن رقدت أن نامت، كيف حافظوا عليها الناس، وفيها بعض الأمور اللي نشي نوضحها ضروري جدا. أثناء ما التحقيقات يعني الذي حصلت مع البنت علني، بعد خروجها من البيت وركبت باص على سني، كان شيء يصير لعند خالتها للعقر. معكم معكم مع خاله صوت مع خال في دارس. أيوة. فالبنت مع كثر الربشة وطيعت الطريق، ما أدرت أين، وصلت للحصبة بيقول لها صاحب الباص هذا آخر موقف. نزلت قالت، فأنا قلت على أساس إن أنا أرجع سوى المطار، الشيء رجع سوى خالتي، فمشيت ما أدري تمشي يمين أو شمال أو كذا، مشيت لو ما تعبت جلست على الرصيف. فجت لي واحدة دكتورة أو مدري إيشي، قالت لي مالش يا بنت مالش، أنا أول مرة أشوفش في المكان هذا، أنا أشوفش ما أنت لا مطلبة ولا أنت شحاتة ولا أنت كذا، بس الأول مرة أشوفش في هذا المكان. فقامت حكيت لها القصة والبنت تبكي، قالت خلاص لا تبكي ولا حاجة، مسكتها بيها قالت خلاص أنا أشلش وأروح بيش عند البنات حقي. فطرحتها عند بناتها وكانت تخرج المركز تشتغل مقر عملها، أيوة، والبنت مكانها عند بناتها. فكان في معي رقم تواصل معي يقول لي على أساس أنه هو بنتك موجود في الحفظ وما رضيت تدي لنا تفاصيلها ولا خلتنا نتصل به. قلت له خلاص صور لي اعمل لي صورة له. قال والله اني سألتني بالله في راس جهالي ان انا ما صورها. قلت خير ان شاء الله، لكن الرقم هذا هو رقم الدكتورة الله اعلم. قال بس انا اوعدك على انه ثالث العيد وهي عندك. قلت يا اخي ثالث العيد يعني حاجة بعيدة جدا، الساعة تمشي عندي مثل ما سنة. فبلغت برقمه مثل ما عاد رضي يستجيب معي، رقمه وديته على طول الامر والمخابرات، على ما اعتقد انه مشغلوه اتصالات. فاخر رساله منه ليله العيد قال ان شاء الله يكون خير، هذه اخر رساله منه. وما الحين بتربط بين الحدث انه بنتك كانت عند الدكتوره، هذا قصدك اني هذه الدكتوره اللي كانت تراسلك بهذا التفاصيل بس ما تاكدتش اني؟ ايوه. فليله العيد يوم العيد بالليل انا ما دريت الا مفاجاه الاتصال على اساس ان بنتي موجوده. لما وصلت لعند العسكر هؤلاء شرحنا من البداية على أساس أني وصلت عند هذه الدكتورة جلست عندها. طيب أنت كانت حافظ رقمك؟ حافظ الرقمي، حافظ الرقمي، ومدت رقمي للعسكر اللهي يتصلوا بي. فأثناء قالت أثناء يوم العيد قامت جابر وياهن ومدري إيش، قامت الدكتورة هذه ترويها بالمقطع على الفيديو حق القناة، قالت لا هذا أبي أمي، أنا خلاص أنا غافية الشيء أروح. قالت لا خلاص ما دام انتي شي تروحي هذه مصروف 3500 او 4. قالت هذه مصروفش، اجزعي من هنا امشي من هنا طواري الا عند اقرب شوفي عسكر قدامش كلميهم وما اتصلوا لابوش. السؤال يا اخي الكريم، ليش هذا المراه الذي كان عندها ليش ما تتصل بك؟ الله يعني ليش ما تتصل بك؟ هذا السؤال الذي محيرني ومحير الناس كلهم. الحمد لله رب العالمين على ان البنت رجعت بخير معافى في صحه جيده، والحمد لله رب العالمين ولا فيها اي شيء.
والحمد لله رب العالمين. وهذا ابتلاء من أرحم الراحمين، واحد يأخذها دروس في الزمان في الحياة أكيد. فراق ابنك مالك، فراق قلبك، ما كنت أعرف من رقد ولا من أكل ولا من شرب. ما كان لو كان يقول لي على أنه إبرة في أي شارع كنت أزير أدور بعدها، إبرة في أي شارع مرجو. الحمد لله، الحمد ربي وله الشكر يعني. الحمد لله رب العالمين. رجعت بعض أيام، سنين مديدة ماشي إلا 8 أيام، سنين الحمد لله رب العالمين. المهم مشاهدينا الكرام، رجعت ابني بعد غياب طويل، كان اليوم بسنة تقريبا عند هذه الأسرة، أسرة بسيطة على باب الله في هذا المنزل، والحمد لله أنه منزلهم مش مستأجرين. مشاهدينا الكرام، انتصار مثل أمنية تماما، تعالي انتصار مثل أمنية تماما. مشاهدينا الكرام، بنفس التفاصيل بنفس الشكل، والله أول ما وصلت أنا قلت إنه الحمد لله على سلامة هذا البنت. ربما تأثرت من كثرة الضغط النفسي اللي عليها، عندما جوا الناس يسألوا البيت والكبنة داخلين خارجين، رجعت أمي. كم عمرك؟ أنا عمري 12. كم عمرك؟ 13. الفرق بين سنة واحد. مشاهدينا، أنا سأغادر الآن يا أختي، حبيت أطمئن عليكم، أتمنى لكم كل الخير، ودعي لكل الناس اللي وقفوا معكم، ادعوا لهم. سلام يا عم محمد، الله يدي لك العافية ويبارك فيكم ويطول في عماركم ويقضي حاجتكم إن شاء الله ويسهل أمركم. وشكرا على اللي يهتم بنا وتعاون معنا، والمرة هذه اللي تعاونت معنا وضمن بنتنا، الله يدي لها العافية ويبارك فيها ويحافظوا على بناتهم وجهالهم، كل إنسان وكل إنسانة إن شاء الله. أشتاق أقول مشاهدي الكرام إن هذا الدرس حصل، والله العظيم كأنها بنتي، قسما بالله إني لم أذوق طعم النوم هذه الليلة، والله وأشهد لله. وكنت أقوم أتفاقد بناتي العشي للمة، لأنه ما صعب جدا عندما تغيب بنتك فجأة من البيت بعد كارثة. بنت لو هي ولد سيقول سهل، عمر 13 سنة، لكن هذه البنت في مقتبل العمر، والحمد لله أن هذه المرأة طلعت مرأة محترمة ووفية. كان عتبي بس لماذا لم تتصل بوالدها في نفس الليلة تقول لي يا أخي بنتك موجودة عندي، جسم على البنت. أنا متأكد أن البنت مدت الرقم إلا بعد 3-4 أيام تقريبا، أو 5 أيام، أو بعد أسبوع، وإلا ما كان عتب خلش هذه المرأة التي تتصل بأسرتها أبدا. حافظوا على أولادكم، مهما حصلت من مشكلة كبيرة تضيع عليكم زلاط، يضيع عليكم موضوع، لا تحملوش الأبناء التبعات هذه كلها. فالله يحفظكم جميعا، هذا درس لن ينساه أو تنسى هذه الأسرة أبد الدهر. لكم مني خاص الأمنيات، ربي احفظ بناتنا واحفظ بناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المادة مهمة مشاهدي الكرام، على اعتبار أنه لا يضغط واحد على بنات زيادة ولا يرخي مثلا زيادة، المهم أنه يكون في مقام كل شيء، أنه الأمور تكون متوازنة والأمور إن شاء الله إلى خير بإذن الله. الحمد لله على سلامة هذه الطفلة، عادت إلى أسرتها كأن الحياة عادت من جديد، مبروك عليهم. وشكرا لكل من وقف، وشكرا للإخوة في وزارة الداخلية، شكرا للسيارة الأبل الذي اتصلوا بأبوها، الحمد لله كان الرقم حافظ الله واتصلوا بها وجاء لها مثل البرق واستلمها في نفس اليوم، الحمد لله. حبيت أتوجه بالتحية والتقدير مشاهدينا الكرام إلى الأخ العزيز الأستاذ علي المعمري، وكيل وزارة شؤون المغتربين لشؤون الجاليات، الذي يبذل جهدا طيبا وكبيرا من أجل خدمة الجالية اليمنية في كل أقاصي الأرض. شكرا أستاذ علي المعمري، ربي يحفظك يا أغلى الناس. وأنتقل بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى آخر فقرة في برنامجنا، وهي فقرة مبادرات. شباب أوفياء. مشاهدي الكرام، قبلها أقول لكم ما هو اللي حصل. هذه القرية على غير القرى، شباب ملتزمين بدل الفسبكة عملوا حاجة ستذكر للأجيال. قالوا ليش ما نخدمش المجتمع؟ كيف نخدم المجتمع؟ أنه إحنا عددنا 40-50 شاب في هذه القرية لوحدها، لماذا لا نبادر؟ فكانت المبادرة على سبيل المثال أنه لماذا لا يتم بنا صالة كبرى مشاهدي الكرام لهذه القرية، قرية المحم.
فبادروا وانطلقوا، بدأوا بأربعين شخصية منهم، بادروا بألفين ريال، ثم كبرت الفكرة حتى جاء الأهالي وشاركوا، ثم جاء الإخوة المغتربين وشاركوا. وعلى علم عندما سجلت معهم علمت مشاهدي الكرام بأن هذه القرية لها تقريبا 20 سنة عندهم الشرط، أو 15 سنة عندهم الشرط 200,000 ريال. انظروا كيف سهلوا على الشباب، والله ولا واحد منهم بدون زواج، كل الشباب كلهم مزوجين، كلهم مستورين، كلهم بعافية، بمجرد ما يوصل عمر 13-14-15 يتم زواجه على طول. والآن اكتملت السعادة والفرحة بماذا؟ عندما فعلوا هذه الصلاة. يعني تدفع 200,000 تتعرس مجان، كل شيء مجان، ويصلح الله حالك، وربي يحفظكم يا إخوتنا في قرية المحمى، أنتم النموذج، وستكون هذه المبادرة قدوة لباقي المجتمع في محافظة عمران وفي المديريات المختلفة. نتابع هذه المادة. شباب أوفياء مع مجتمعهم وقريتهم وأهلهم، تمثل ذلك بقيام مجموعة من الشباب في قرية المحم مديرية خارف محافظة عمران بتنفيذ وتجهيز وبناء أكبر صالة في تلك المنطقة على نفقتهم وبمبادرة ذاتية منهم. أولا نرحب بك أستاذ محمد وبطاقم الفضائية اليمنية، ونرحب بالجميع، ونوضح لكم أن هذه المبادرة شبابية بدأت، ثم تعاون الأهالي مع الشباب، وحتى وصل مراحل، يعني بدأ الشباب دفن الصالة، يعني جمعوا اشتراكات وأشياء وعمل الميدة، ويعني دفنوا الصالة، ثم بدأت الطوب والمراحل حتى وصلت إلى يعني إلى النهاية. كانت الفكرة احتياج القرية والمنطقة لصالة كبرى تكون للناس في الأفراح والمناسبات، فبدأ 40 شابا بهذا الحلم الجميل، وكان أول اشتراك منهم بمبلغ 2,000 ريال، وكانت البداية بوضع القواعد ودفنها. تتم بحمد الله إنشاء هذا الصالة بجهود الشباب الدرجة الأولى المساهمين في الصالة، والجهود الذاتية والعمال والبرنامج من جميع الجهات كانت تبرعت، فالحمد لله تم هذا الإنشاء بهذه الطريقة، ونشكر كل من ساهم وكل من تعاون من داخل من خارج، ونشكر كل الشكر. ومن جهة الصالة هذه ما تقول صالة مجتمعية شبابي ترجع مصلحة عامل للكبير للصغير للقاصي للثاني، وانا رحب في اي وقت تهم الناس الجميع، وهي شرف للناس جمعة، وما بنت الصالة هذا لا من عزه ومن كرامة ومن شرف للناس جمعة. صالة المحم كما تراها العين الآن بطول 30 مترا وعرض 12 مترا تستوعب كل أهل القرية، وبإصرار وعزيمة الشباب الذين جمعوا 1,000 فوق 1,000 حتى اكتمل البناء، وتعاون معهم الأوفياء من الأهل والشباب المغتربين من أبناء المنطقة والقرية. سام كل واحد بقدر استطاعته، يعني أنا من 20 من 50 من 30 من أيوة أكيد كل واحد حسب إمكانيته. طيب أنتوا كتبتوا أسماء اللي شاركوا، كم هم عدد؟ أكيد موجودين، وبشوفت معنا ما وصلنا وما صرفنا من البداية إلى حتى الآن. عدد اللي شاركوا مثلاً؟ يعني في حدود 100-200 هكذا. أكيد نعم. في أقل من سنة فقط بدأ المشروع حتى كان، وتعتبر أول مبادرة شبابية في تلك المنطقة الريفية وعلى مستوى القبيلة، تعاون فيها شباب أوفياء فكانوا هم البنائين والمشرفين والمنفذين على كل تفصيل فيها، حتى إن إجمالي تكاليفها بلغ 50 مليون ريال تقريبا. هذا التواجد الكبير والحضور الطيب من الإخوة المواطنين إنما دليل على سعة صدورهم ودليل على محبتهم لهذه المنطقة التي بذلوا جهدهم الطيب والكبير من أجل المصلحة العامة التي ستكون لولد الولد. استطلعنا جانب من الإخوة المواطنين الكرام وتحدثنا إليهم، شباب ومشايخ ومهتمين ومن قاموا بهذه المبادرة. مشروع أنجزه الشباب بجهود المواطنين والأهالي، فيخدم يعني ويستقل عن في ما تقول الأماكن الشخصية التي كانت تأوي الناس باسم شخص، فهذه مكان أو صالة تجمع الكل للمجتمع كامل. مشروعنا هذا الذي ربما في أعين الآخرين أنه مشروع صغير، لكنه بأعيننا يعني مشروع كبير ومنجز تاريخي وبصمة مشرفة
لكل أبناء المجتمع ولكل من شارك وساهم ودعم وبادر وعمل في هذا المشروع الناجح والذي يخدم المجتمع. نشكرهم كل الشكر ونشكركم على هذه الزيارة الطيبة. وعند تواجدنا إذانا بتدشين المشروع الخيري الاجتماعي، تحدث إلينا الشباب وأهل المنطقة أنهم بحاجة إلى بلاط ودهان وفرش لهذه الصالة وبعض الملحقات وهو فوق طاقتهم، ودعوتنا إلى الخيرين في هذا البلد الغالي، من استطاع أن يقف معهم في مشروعهم ليكتمل فليفعل، فهي صدقة جارية. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يتم ذلك على خير، وبجهود الخيرين والمتبرعين والمساهمين والميسورين سيكتمل كل شيء مما تبقى في هذه الصالة العملاقة، وحقيقة يعني أشياء لا تكاد تدهش، أشياء ذاتية لكنها عملاقة، يثبت أن اليمنيين في كل الأشياء لا يألون جهد، لا يستسلمون، لا يأس، لا إحباط نحو البناء، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان خليفة لهذه الأرض، ولا شيء يمنعنا من التميز والتطور والبناء والإعمار لهذه الأرض. بادرة طيبة، وشكرنا وتقديرنا للشباب ومن ساهم في هذا المشروع الطيب، ونعتز في مثل هذه المبادرات الخيرة والطيبة للمناسبات، لجميع المناسبات، للأموات، للأعراس، لجميع ما يتطلب إليه المجتمع إن شاء الله. وكان أهل هذه القرية هم السباقون برقم تعاهدوا فيه منذ عشرات السنين أن مهر العروسة 200,000 ريال فقط، وهو ما سهل على الشباب الزواج في أعمار صغيرة، وما على الشاب فقط سوى دفع 200,000 ريال كمهر وعرسه في هذه الصالة مجانا بدون مقابل. وهل هنالك أعظم من هكذا وفاء وتقدير عند هؤلاء الناس الطيبين؟ من جهة المراقيم في المنطقة بشكل عام في القريب كلها تم تحديد الزواج ب 200,000 قبل 22 أو 25 سنة، فالآن اللي تزوج ب 200 الفترة السابقة تزوج ابنه ولا بنته، ولا حتى الآن نحن فيها لجنة حوالي 20 نفر من ذهبها بحذافيره، ولا حتى الآن الحمد لله تمت الأمور، ومن خلال ما بنعاني بالخيام ب 200,000 150,000 البنت شرطها ب 200,000 قاطع مقطوع. قمنا من أسبابها ببناء الصالة على أساس تخفف لنا الأعباء من مطالبة الخيام. كنتي واحد 100,000 قيمة المروس يشتري يتي خيمة ب100,000 100,000 إنه عطل، بنزوج شاب الفاتحة أشكال غرب، بعضهم ما يرضاش يقرأ الفاتحة. فمن خلال الوضع هذا قمنا معنا، كنا هي الصالة تجمع الناس جمع، وأي واحد مع عرس كذي حاجة رمزية ويجي يعرس سنة ونسلم ذلك ال100 لا عنديهاش في فرج وفي خيمة. هذا شامخ النمر مشاهدي الكرام، مشهود له بالكفاءة، كل الناس بيشيدوا به بأنه رجل وقف مع الصالم من البداية حتى النهاية. كم عمرك يا شامخ؟ 18. ما شاء الله تبارك الله، قد زواجت؟ أنا خاطب. خاطب مليون؟ ما أبي. ما شاء الله تبارك الله. قد واحد شي تزوج من هنا أمانة؟ وأنا تزوجت ب300 قبل 20 سنة، 300، لكن الحين قد أنشي بيني وبينك أبو 200 نجرب. الله يسهل. شامخ كلمتك يا أخي. نشكر من تعاون في هذا الصالة، ونشكر الشباب في الجهود هذا، ونشكر الأخ محمد المحمدي والمصورين، ونشكر الناس جميعا. وبعد نصف يوم قضيناه مع الأهل والأصدقاء في قرية المحم نودعهم، شاكرين مبادرتهم العظيمة القدوة التي استحقوا معها كل تقدير واحترام. شكرا شباب القرية، شكرا مغتربيها الأوفياء، شكرا للرجال والنساء على البذل والوفاء، وإلى اللقاء. رأيت مشاكرا ما أجمل أن يقف الإنسان مع نفسه، أولا يقف مع نفسه، لأنه إذا لم نخدم أنفسنا لا ننتظرش الآخرين يخدمونا. فكانت مبادرة جميلة والله، أسعدتني هذه الصالة، وكأنه في قريتنا أو في حينا، لبالها من أهمية، لأنه الخيمة اليوم قديمة 500,000 600,000، بحين بعض الخيام يقول لك في آي بي مبلغ 1,500,000، فبتكون كسر للمواطن وكسر للعريس. أنتقل بحضراتكم مشاكرا إلى أول نداءات الغائبين، وهو نداء موجه من أسرة المواطن الذين يبحثوا عنه وبحثوا عنه طويلا، وهو المواطن الغائب أحمد محمد حسن ابن حسن الأسدي، مدة الغياب 35 عاما. يرجى بالله عليكم من يعرف عنه شيئا أن يتصل ويتواصل بالرقم 770-879-213، ولكم الفضل دائما. وباقي نداءات مشاهدي الكرام الصوتي والصورة على الشاشة الآن.
نداء موجه من أسرة الحاجة صفية محمد الجماعي مدة الغياب موسم الحج لهذا العام ذهبت إلى رمي الجمرات ولم تعد 0553346391. نداء أيضا موجه إلى محمد عبد الله السروري مدة الغياب قبل شهرين للتواصل 37 9814 82. ونداء موجه إلى نسيم صادق الغرباني مدة الغياب 14 عاما للتواصل 77 493606. نداء موجه إلى الغائب خالد عبد الله الصبري مدة الغياب 3 سنوات الرقم التواصل 713119302. نداء موجه إلى الغائب شماخ بكير الوقيس مدة الغياب 5 سنوات للتواصل 77 17 82 9888. نداء موجه إلى صادق محمد أحمد هادي مدة الغياب قبل شهرين للتواصل على 37 9194400. نداء موجه إلى الغائب طه سنان الشرقي مدة الغياب 48 عاما للتواصل على 715553689. نداء موجه إلى عبد الله فيصل المصابي مدة الغياب 7 سنوات للتواصل 0559866595. نداء موجه إلى عمار فارع علي صالح مدة الغياب 12 عاما 774742378. نداء موجه إلى محمد خالد دبوان فارع مدة الغياب 26 عاما للتواصل 716324752. نداء موجه إلى نبيل محمد عبد الغني مدة الغياب 11 عاما للتواصل 775148412. أكرمكم الله مشاهدي الكرام على وفائكم وبقائكم معنا ومتابعتكم لبرنامجنا، سنكون عند حسن ظنكم دائما وأبدا، أنتم الحب كله وأنتم الوفاء كله، فنحن نحبكم جميعا بدون استثناء، ليحفظكم الله وليحفظ الله اليمن الغالي ويحفظكم الله أينما كنتم مشاهدي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.